السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنقدم لكم عصير الكيوي والتفاح الأخضر اللي صراحة جد لذيذ. ما تنساوش اللايك دابا وإلا كنتي أول مرة كتشاهدنا ما تبخلش علينا بالاشتراك ونبدأ على بركة الله. نوضعوا في خلاط كهربائي تفاحة خضراء مغسولة مزيان، من بعد نوضعوا الكيوي مغسول ومقشر، نزيدوا عصير نصف حامضة، ملعقة كبيرة من العسل الحر، وفي الأخير نسكبوا نصف لتر عصير البرتقال. ونخلط الكل جيدا. معروف على الكيوي انه كيحتوي على الرياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمي وكتحمي من الامساك، غني بفيتامين سي، عنده فوائد كثيرة للبشرة، كتحمي من الاشعة الفوق البنفسجية، كتقلل من التجاعيد، وايضا كتكافح نزلات البرد. غني ايضا بالاوميغا 3 لكي يحافظ على صحة القلب والدماغ وكيقوي الجهاز المناعة. أما التفاح الأخضر فهو أيضا غني بالألياف الغذائية، فيتامين سي وفيتامين بي، فيه مضادات الأكسدة ومجموعة من المعادن بحال البوتاسيوم المفيد للقلب وتنظيم ضغط الدم في الجسم، ومعروف عليه أيضا كيساعد في الشعور بالشبع وبالتالي كيساهم في خسارة الوزن. ونقدم العصير مباشرة من بعد ما جهز باش نستافد من جميع الفوائد اللي فيه وبصحة والراحة.